ازاي انا اعمل جمعية عامة عادية او غير عادية صحيحة طبقا للقانون؟ احنا عندنا اول حاجة رئيس مجلس الادارة بيتصل بيك كمكتب بيقول لك احنا هنعمل جمعية عامة غير عادية او جمعية عامة عادية. الجمعية العامة العادية يا شباب اللي هي النمطية اللي هي اساتذتنا لا تتعلق بتعديل النظام الاساسي او عقد الشركة. لو انا هعدل في النظام الاساسي للشركة ما تنفعش جمعية عامة عادية، لازم جمعية عامة ايه؟ غير عادية. ليه؟ احنا عندنا في العقد وفي النظام الاساسي، النظام الاساسي اللي انعقدت عليه المؤسسين الشركة من اول يوم، لما اجي اغير اي مادة فيهم لازم اعدل في النظام الاساسي وفي العقد. عقد التعديل اللي انت بتروح تمضي عليه وما انتش عارف عشان تاخد الفرق من النقابة ده ممكن يحبسك على فكرة. الاساتذتنا الاجلاء اللي انا بنصح زمايلي اللي لسه متدربين، عيب لما تمضي على عقد تعديل وانت مش فاهم فيه حاجة عشان تاخد فرق الاسترداد او تاخد 100 جنيه زيادة ولا 200 جنيه، عيب ما يصحش. انا بقول واقع عملي مش بتكلم من كتب، ولا انا غلطان؟ هتمضي عليه ده يلزمك، لانه مش هيعتمد المحضر للجمعية العامة غير العادية. بعد ما يعتمد بيديك صورتين، صورة موجهة للشهر العقاري وصورة للسجل عشان تقشر. فانت عشان تعتمد المحضر لازم يكون عليه توقيع النقابة. فسيادتك امضوا، لا خلي بالك لما نيجي نعقد جمعية عامة عادية بتكون لإقرار، دي كل سنة لإقرار القوائم المالية أو مراجع الحسابات تعيينه أو لإعادة تشكيل مجلس إدارة اللي هي الأمور اللي مش خطرة، أو لإبراء ذمة مجلس إدارة وإعادة تشكيله، أو لعقد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، الأمور اللي هي المعتادة. أما إذا ما كنت سوف أقوم بتغيير في النظام الأساسي لعقد الشركة، لعقد الشركة فأنا هغير في النظام الأساسي بجمعية عامة غير عادية. أنا هقول لك على الحاجات اللي هي في أمور مش هنتكلم فيها لأنها مش هتصادفك كتير. أنا هكلمك على 90% من اللي احنا شغالين فيه. 90% شغالين في الجمعية العامة غير العادية. الراجل عايز يرفع رأس مال الشركة يبقى هغير المادة الستة، المادة ستة. النظام الأساسي يا شباب محفوظ للناس اللي شغالين فيه، زي كده الضرب والجنح وصلاة الأمانة المواد بتاعتها للسادة بتوع الجنائي محفوظين. احنا عندنا في التجاري المواد اللي بنلعب فيها محفوظة. مادة ستة يبقى أنا بغير في رأس المال، رأس مال الشركة. مادة سبعة يبقى أنا بغير في الهيكل الملكية بتاع الشركة. مادة 21 يبقى أنا بغير في إدارة مجلس إدارة الشركة. دي مواد اللي هي بتبقى في النظام الأساسي ما بتختلفش من شركة لشركة. في الشركات المساهمة لما تقول المادة 21 يبقى هو عارف ده مجلس الإدارة. ما تكلمه في المادة سبعة يبقى أنت عارف كده بتكلم على الهيكل الملكية. ما تكلمه في المادة 32 يبقى أنت عارف كده بتغير على اختصاصات مجلس الإدارة. ففي أمور محفوظة. طيب لما اجي انا اعمل جمعية عامة غير عادية، القانون احطها بعدة ضمانات، واحطها بعدة ضمانات ليه؟ ليه يا اساتذتنا؟ عشان مهمة، وعشان هنغير فيها في النظام الاساسي. الناس اللي هنا معانا ولا نايمين؟ شغالين التكييف احنا. الناس اللي جاية تتدرب واللي جاي تسمع اساتذتنا، الكلام اللي انا بقوله ده انا شغاله وحافظه. انا جاي عشان افتح لك طريق بعد سنه وبعد اتنين هتاخد فيها اتعاب كويسه، فبعد اذنك خليك معايا. اول حاجه يا شباب لازم اعمل حاجه اسمها محضر داعي. يعني ايه محضر داعي؟
يعني محضر مجلس إدارة بيدعو لعقد جمعية عامة غير عادية، لكن أنا في الجمعية العامة العادية مش محتاج محضر داعي، محتاج اللي يدعي دعوة تكون موجهة من رئيس مجلس الإدارة. أنا في الجمعية العامة الغير عادية لازم عند الاعتماد بيطلبوا مني حاجة اسمها محضر مجلس إدارة داعي، اللي هو أنا بدعي لانعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة وأقول فيها أنا هعقدها ليه؟ عشان أغير المادة كذا، المادة 6 والمادة 7 والمادة 21 والمادة 22 والمادة 32 مثلا. معنى كلمة المادة زي ما قلت لك، المادة 6 خاصة برأس المال، المادة 7 خاصة هيكل الملكية اللي هي الناس المساهمة في الشركة، المادة 21 خاصة بمجلس الإدارة، المادة 32 خاصة بسلطات مجلس الإدارة. لو أنا هغير مقر الشركة يبقى مادة 5، يبقى مادة كام؟ أيا ما كان، أنت لما تيجي صحيفة الشركات لما تيجي عشان تعدل أنت عايز إيه؟ عايز غير مقر، برجع صحيفة الشركات يبقى أنا هدعو عشان أغير المادة كذا. وصلت؟ عملت مجلس الإدارة بروح أعتمده، وبعدين بعمل حاجة اسمها دعوة للمساهمين، حاجة اسمها دعوة إيه؟ دعوة مين؟ دعوة المساهمين. عندنا بندعي، بنوجه رئيس مجلس الإدارة بيعمل دعوة لعقد جمعية عامة عادية أو غير عادية، بيدعي فيها المساهمين، وبيدعي فيها مراقب الحسابات، وبيدعي فيها الهيئة العامة للاستثمار، وبيدعي فيها الهيئة العامة للرقابة المالية. دي الجهات القانون فرض عليها أنها تكون حاضرة، أنها تدعى، سواء حضرت ما حضرتش بس لازم حضور مراقب الحسابات. ولكن الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية ما بتحضرش إلا لو عايزين احنا نحضرها، لو كنا عاملين كمين، لأنه احنا برضو أحيانا إيه بنعمل كمين، فأنت بتحضرها. وبتحضرها ليه؟ عشان أنت عامل كمين لأحد المساهمين أو لأحد العمال أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أيا ما كان، وعايز تثبت بالقانون حقك. والرقابة المالية بندي لها دعوة، وبحدد القانون اشترط يا شباب في المادة 200 في اللائحة وما بعدها، و202 وما بعدها في اللائحة التنفيذية، اشترط شكل معين للدعوة، تبقى من لازم يتكتب، تبقى على ورق الشركة، الشركة المساهمة، تبقى موجود فيها كافة بيانات الشركة، اسم الشركة، سجل التجاري بتاع الشركة، رأس مال الشركة، عدد أسهم الشركة، عدد الأسهم بتاعت الشركة، المكان اللي هتنعقد فيه جمعية، مقر الشركة، الساعة اللي هتنعقد فيه الجمعية، اليوم اللي هتنعقد فيه الجمعية، الجدول، البنود اللي هتناقشها الجمعية. ثم بعد ذلك بيختتم وبيمضي رئيس مجلس الإدارة، وبنبعتها بجواب مسجل بعلم الوصول أو بننشرها، وبنبعت النشر. والقانون واللائحة دلوقتي اتغيرت، قال لك ما تبعتش. كانت الأول نبعت الدعوة قبلها بكم يوم يا شباب، الناس اللي شغالة في الشركات، كم؟ كان 15، دلوقتي 21 يوم. لا يحسب منهم يوم الإرسال ولا يوم الانعقاد، يعني 23 يوم. خلي بالك، أنا أبطلت جمعية عامة عشان 24 ساعة، خلي بالك المواعيد، احنا بنتكلم في الشكل، مالناش دعوة باللي جوه، احنا بنتكلم في الشكل. طيب، 21 يوم بتبعت الدعوات وبتقول والله لو عايز يحضر، لو انت عايز كمحامي شركة
الكلام اللي انا اقوله لك هنا مش هتلاقي حد والله العظيم يقوله لك بره، لانه اتعلمناه بفلوس، اتعلمناه بتعب، والله على ما اقول شهيد، وبنحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لو انت عايز تدخل شركه وتعلم على كل اللي فيها، انا الكلام اللي اقوله لك هنا كلام عملي. 90% من الشركات قبل تعديل القانون 4 ما كانتش بتحفظ اسهمها، فلذلك المساهم مش معاه شهادات الاسهم. الناس اللي شغاله في الشركات، صح ولا انا غلطان؟ دلوقتي لازم يكون معاه. فكنا بنعمل ايه بقى؟ لما يكون في شركه عايز تعور فيها الناس، تسيبهم ينعقدوا وتجيب الهيئه العامه للاستثمار. مين معاه شهاده الاسهم؟ اذا كان انت ما طلعتش شهاده اسهم اصلا، بس القانون قال ايه؟ اللي هيحضر يا يروح يجمد الاسهم في بنك الحفظ او في بنك عام او يسلمها الشركه ويجيب لي ما يفيد. اول لقطه انت خدتها كمحامي. طب بعد ما تثبت حضورهم وبعد ما تامن عليهم، فين شهاده الحفظ؟ فين شهاده الاسهم؟ ما فيش. طب بعد اذنك اتفضل اطلع بره. ده انا مساهم انت على دماغي، ده انا مالك انت على دماغي، لكن انا بتكلم هنا ايه؟ قانون. القانون قال اللي عايز يحضر يجمد الاسهم. جمدتها؟ لا ما جمدتهاش، يبقى ما تحضرش. واثبت الكلام ده في المحضر. احنا ما عندناش مشكله، عندنا مشكله؟ انا بتكلم قانون، وهتعتمد وهيروح المحكمه وهكسبك. دي اول حاجه. دي بتاعت محامي ولا محاسب؟ ومش هيقول الكلام ده غير المحامي اللي يكون مهروس في الشركات. حضر هو ومعرفش يثبت وجوده، او انت حضرته وجه هو طبقا للقانون مش معاه شهاده الاسهم، ينفع انت كرجل قانون ان تسيبه يحضر ويتداول وتاخد اصواته كمان؟ طب ما هو حضوره باطل اصلا، لان هو ما رعاش القانون. دي دي مشكلتي انا؟ لا مش مشكلتي انا. ده اول كمين، ولا سيما كمان لو كان بتاع الهيئه انت جايبه وبتاع، صح ولا مش صح؟ اثبت يا عم الكلام ده، اثبت الكلام ده، احنا بنتكلم قانون. طيب، وجهنا الدعوات لعقد جمعية عامة غير عادية. الجمعية العامة غير العادية جمعية خطيرة، لأنه بيترتب عليها تغيير النظام الأساسي وعقد الشركة. انعقدت الجمعية بعين حاجة واحد اسمه أمين سر، وبعين اثنين اسمهم فارزي الأصوات اللي بيفرزوا الأصوات الباطلة من الأصوات الصحيحة. صاحبنا اللي جاي يحضر ده ومضى وما معهوش شهادة الأسهم، ده صحيح ولا باطل؟ باطل. ومراقب الحسابات بيكون موجود، لازم يكون موجود. ورئيس الاجتماع اللي هو مين؟ رئيس مجلس الإدارة. دول كم واحد يا شباب؟ 5. دول كام؟ بلاش دي عشان ما نتحبسش، خليهم 5. يبقى أمين السر، 2 فارزي أصوات. ما هم بتحبس دي والله، ما احنا في بيت الأسد يعني، ما فخليهم كده. فارز الأصوات، مراقب الحسابات، ثم رئيس الاجتماع. طيب، هيمضوا على كل ورقة، مش هيمضوا على كل ورقة بس، هيمضوا على كشوف. هعمل حاجة اسمها كشوف الحضور. أول حاجة كشوف حضور أعضاء مجلس الإدارة. القانون استوجب إنه في الجمعية العامة العادية أو الغير العادية لازم يكون مجلس الإدارة موجود أقل حاجة 3. عدم وجود الثلاثة يبقى فيها بطلان. طيب، 3 أعضاء مجلس إدارة لازم يكونوا حاضرين الجمعية. كشوفهم
منفردة وحدهم، كشف السادة المساهمين موجود يمضوا عليه. لو أنا سلمت الدعوات بالإيد بعمل حاجة اسمها كشف استلام الدعوات بالإيد بيمضي عليه. لو عندي ناس هتستقيل من مجلس الإدارة يبقى لازم أخد إيه منه؟ ها؟ لازم أخد الاستقالة. والاستقالة ما أخدهاش وأحطها كده وخلاص، لازم أخلي مجلس الإدارة أو رئيس المجلس يمضي تقبل الاستقالة على أن تعرض على الجمعية ويبقى مختومة بختم الشركة. لو في ناس جديدة هتتعين لازم أخد حاجة منهم اسمه خطاب أو جواب قبول التعيين. فلان ده هيتعين، أنا قبلت إن أنا أتعين في شركة كذا، شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم كذا، على أن أعمل لمصلحة الشركة وفقا للقانون واللائحة. وبيمضي وبيتختم بختم الشركة. عندي استقالات لازم استقالة، عندي قبول لازم إيه؟ لازم إيه يا شباب؟ لو عندي ناس هتتعين جديدة أخد منه إيه؟ مش تعيين، جواب قبول.